الحديث نسب أيضا لأثمن الزمانية المتواصلة لجلالة الكويت العربية وآلياتها المالية في حقوق الإنسان بالخصوص في مقدمة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من خلال قيامها بأطوار طبيعية لمواكبة الدول الأعضاء في مصالح جامعة الدول العربية. وهو أول اجتماع يقع خارج جامعة الدول العربية، وسيناقش كثير من القضايا تهم الطفل والمرأة والأسرة، وكذلك مناقشة قضايا الزواج المختلط إلى غير ذلك. وهو أول اجتماع الذي ستلي اجتماعات أخرى داخل الدول العربية أخرى، ويتشرف المغرب أن يكون هذا الاجتماع العادي 51 في المغرب، لأنه شرف للمغرب واعتراف بما قطعه المغرب من أشواط في مجال حقوق الإنسان. نشكر المملكة المغربية على استضافة اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. هذه هي المرة الأولى التي تستضاف اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خارج بلد المقر، فنحن نشكر المملكة المغربية على حسن الضيافة والاستقبال. الشكر موصول لسعادة وزير العدل المغربي على افتتاح هذا الاجتماع وعلى كلمته المهمة حول أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان هي ليست أمور مستوردة من الخارج، بل هي تنبع من صميم الثقافة العربية. إحنا يعني بالبداية أنا بحب أشكر المملكة المغربية على استضافتها لهذا الحدث الهام، وخاصة نحن في الفعالية الثانية. أنا قبل يومين كنا بالفعالية الأولى لجنة حقوق الإنسان المغربية اللي أقامت فعالية هامة جداً، اللي هي كانت الفعالية امتداد للمؤتمر الدولي اللي سيعقد بعد شهرين على مستوى حقوق الإنسان. واليوم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تسجل المملكة المغربية لأنها أول دولة عربية تستضيف اللجنة خارج مقر الأمان العام لجامعة الدول العربية، وطبعاً إحنا سعيدين بذلك ونشكر المملكة المغربية على هذه الاستضافة، وننتظر المناقشة والحوار لبنود جدول الأعمال الهامة اليوم اللي ستتناول العديد من الموضوعات الجديدة على اللجنة. ستتناول العديد. هل الأهمية فقط لأنها تعقد لأول مرة خارج الأمان العام؟ هذه أهمية. لا في تنتين. أهمية تنتين على مستويين. مستوى الأول إنه لأول مرة تخرج خارج حدود الأمان العام، وهي تسجل أيضا. والأهمية الأخرى البنود اللي ستبحث على جدول الأعمال مهمة جدا. فطبعا احنا ننتظر القرارات اللي تصدر عن اللجنة لترفع عادة إلى المجلس مع الدول العربية الذي سيعقد على مستوى القمة إن شاء الله. الحاجة المؤكدة إلى إعادة طرح موضوع الكوني والخصوصية للتفكير الجمعي بفتح نقاشات وحوارات مجتمعية عميقة حول القضايا الإشكالية بالمنطقة المميزة.